لأن الرضا عمل قلبي، وهو يتبعه العمل. لكن الإنسان يا أخواننا إذا تغيرت فطرته ومرجعيته وبقى إنسان حاقد، فده بعديها ما بيرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا من أعجب الأمور اللي شفتها أخواننا رسلوا لي مقطع للاسم القراي ده، ما بعرف قالوا قبلوا استغالته أو ما قبلوها، لكن الزول ده بقول كلام عجيب جدا، بيطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فكيف بالزول مش زول يعني ما يرضى أو ما يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الدين، أو زول يسوي له طريق؟ وده كله المخالفات دي كلها من غير ما إنه يطعن أو يقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الزول بيطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وده يبقى مدير بتاع مناهج ويمشي إجارة، قال دار يمشي يفتح بلاغات يقول لك يا أخ الناس اللي كفروني، أنا إحنا كده خلينا إحنا ما 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 إحنا الموضوع ده خليه، لكن نحن كلامك ده بنسمعه للناس ونشوف حكم الناس فيك شنو. زول بينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم وبيطعن فوقه، وغير هدم الدين ده خليه جانب براو، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم عديل، ده حكمه شنو؟ طيب اسمع كلام الزول ده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى المدني قال انما بعثت بالذبح، هذا يكون بالذبح، فالمسلمين ذبحوا الاف مؤلفه من الناس بقياده النبي وبقياده الصحابه وبقياده التابعين. سمعتوا الكلام ده؟ طيب اول حاجه يا اخواننا زول ده يعني غير انه زول حسود وحاغد، زول جاهل، والله جاهل جهل عجيب. قال مع انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستوى المدني، طبعا هم زي ما قلنا بيقسموا القران او الدين لمدني ومكي، وده تقسيم باطل لانه الدين المكي والمدني كله من عند الله، وهو قال بيقبل المكي والمدني ما بيقبل به، وده نزلت فيه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فغير النزول بيكفر بالقرآن المدني حسب ما هو قال، إلا إنه إنسان جاهل. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في المدينة ولا في العهد المدني، النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمكة، لكن الزول ده جاهل وكبروا له راسه وادوه إعلام وروجوا له عشان ينشر المنهج بتاعه ويحارب به الإسلام والدين، وكده وضح للناس يا أخواننا إنه الزول ده موضوع ما مع الكيزان أو موضوع مع جهة معينة أو فكر معين كما يسمونه هم، وإنما مشكلته مع الإسلام، مشكلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من عقائد الجمهوريين أنا دار ألزم بمنهجه إنه بقول لك الإنسان إذا بلغ مبلغ عظيم في العبادة هو ذاته بيبقى الله. طيب بمنهجكم أنتم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله تمام ولا ما عبد؟ عبده تمام، صح ولا ما صح؟ بمنهجكم أنتم وصل لله وبقى إنسان كامل اللي هو إله عندكم ولا ما وصل؟ وصل. طيب كيف تطعن في إله؟ مش بمنهجه، خليك من انه ده كلام باطل، لكن بمنهجك انت. انت مش قلت محمود محمد طه قال انه الانسان بيقلد النبي ويجود تقليد النبي لحد ما يصل مرحله ما بيحتاج لواسطه النبي، بياخذ دينه من الله مباشر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلتك دي وصله ولا ما وصله؟ انت القراي شيخك قال وصله. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو عندك إله بدينك أنت الفاشل الباطل العاطل،
بتطعن فيه ليه؟ ما عندك إله. لكن ده كل أخواننا باطل. والحديث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لكفار قريش. والحديث ده في العهد المكي ما في العهد المدني. وهو قال أنا بقبل العهد شنو؟ المكي والمدني ما بقبله. طيب الحديث ده في العهد المكي. شوف الزول ده كذاب كيف؟ زول كذاب كذب عجيب خلاص وحاقد حسود. كويس؟ وأنا أول مرة أشوف لي زول بيحسد الأنبياء إلا شغلت اليهود. ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ونحن غير القرآن بنرد عليك بالكلام ساكت الفي ذم الحسد. يا أخ تلقى بتاع الحافلة ورا كاتب ها الكريم يدي والحسود زعلان. ده هو القراي ذاته عرفته. ربنا سبحانه وتعالى أدى النبي صلى الله عليه وسلم أنت حاسد مالك وحاقد مالك عرفته. فالحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش آذوا المسلمين منعوا المسلمين من الدعوة حاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم 3 سنة كتلوا المسلمين وخدتهم في الرمضاء وطعنوا سمية رضي الله عنها في فرجها رضي الله عنها لحد ما ماتت ده أبو جهل وقطعوا ظهورهم بالصياط والدماء والعذاب الشديد الصحابة. طيب أنت ما قلت بتدافع عن حقوق الأقليات والمستضعفين. طيب الصحابة ديل ما كانوا مستضعفين في الزمن ده ولا أنت الزمن ده كنت مشجع كتور قريش كنت بتلعب مع ناس قريش مش عرفتها. فده زول أبله وبليد وأسفل من النعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعجل بهلاكه عرفتها. فدل ده يا أخواننا إنسان بيصب في الحقد بتاعه. عشان تعرف أنه لما يجوك بأنه كفرونا وما كفرونا الموضوع ما في التكفير. موضوع في أنت بتطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. دي مسألة نمرة 2. المسألة نمرة 3 في الرد على المقطع ده. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بشيلوا سيوفهم ويدقوا من طرف يدقوا أي زول ولا أول حاجة بيسبق الدعوة للإسلام؟ يا أخي اليهود كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة العهد المدني اللي إنت ما دايره ده. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وغدروا بالمسلمين ونقضوا العهود وتمالؤوا مع الكفار. قالوا للكفار هوي نحن بنشتغل لكم من جوا وانتوا تعالوا من برا. النبي عليه الصلاة والسلام ما حاربهم لحد ما رسل علي بن أبي طالب في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لغاية ما الصحابة البشارة بتاعت إنه الزول الربنا بيفتح على يدينه ده إنه الله بحبه وهو بحب الله دي والرسول عليه وسلم بيحبه وربنا بحبه شغلتهم عن بشارة الفتح ذاته إنه بكرة في نصر. قال فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعني منو اللي ربنا بيفتح على يدينه لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب وسأل عنه قيل هو يشتكي عينيه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فصحت وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال له انفذ على رسلك. يعني لما تمشي لليهود ده يتمهل أول شيء دي دعوة الإسلام ده العهد المدني يا قراي يا جرو الكلب عرفتها. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة قال له انفذ على رسلك ديل نقضوا العهود عرفته وتمالؤوا مع الكفار. بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام. مع انه قاعدين معه في المدينه. شوف الزول ده كذاب كيف عرفته. قال لكن ما لقى القاعدين ديل بجم قاعدين جايب لاملاو مجموعه من عجائز من العجائز ملقطهم من وين ما معروف ويكذب لهم وده الجهل القاعدين قدامه ده الجهل. ومن أدلة الجهل إنه في مقطع في المؤتمر العمله في قاعة الصداقة ده ذات واحد قام قال لهم وقرأ الآية غلط لكن قدام الآية ربنا قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر. هم قالوا ما في شريعة
شريعة ده كلام فقهاء ساي. أها قال لهم يا أخواننا جاوبوا لي على الآية دي طوال البيت الماسكة الجلسة لأنه عندهم مساواة الرجل بالمرأة. البيت الماسكة الجلسة قالت نؤجلها إلى الجلسة الجاية، والجلسة الجاية ما في وما في جلسة جاية، لكن أخواننا ما عندهم حجة ولا عندهم دليل، ناس حاقدين بس دارين ينشروا الباطل ده ويربوا عليه أبنانا، وقالين المجتمع بيخليهم، لكن والله المجتمع ينجمكم نجام لما تتكيف. عرفتها؟ ولابد نفضحك يا قراي، والله انت ما تساوي جزمة ما تساوي انت، مش افتح بلاغ الله يفتح راسك. عرفتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رسل علي بن ابي طالب قال لي انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي، عشان تعرف الجهاد ذات ربنا شرع ليه، قال فوالله ده في العهد المدني، الكافر به والقراي بعضمة لسان، قال أنا كافر بالعهد المدني زي شيخه الكافر الهالك المرتد محمود محمد طه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شنو؟ من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل أو نوع معين من الإبل كانت من أغلى أنواع الإبل، والإبل لا سغالة، لكن بعد ده يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وهو يوصيه قال له ربنا سبحانه وتعالى يهدي بك نفر واحد بس أحسن لك مما يكون عندك النعيم بتاع الدنيا تد. وده القراية الكذاب الأفاك الأثيم، عرفتها؟ الحاقد الحاسد الجمهور النتن، يجي يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ضبحوا آلاف الناس، ساكت كده ساكت يا أخي. مش نحن بنقول المسلمين، الكفار شهدوا لتعاليم الإسلام ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. هدل بايدن آخر رئيس لأمريكا الآن المسك بعد ترامب، الآن لما بقى يتكلم مع الأمريكيين جاب لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معقول يكون إيمان بايدن أكبر منك؟ ها؟ ما بتخجل عليك الله؟ عرفتها؟ أبو وش كالح، وش والله يظهر فيه والحقد والحسد ويظهر فيه الكفر والسم بتاع اليهود والنصارى الحاشين له، زول خبيث. عرفتها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دينه دي الرحمة، وكان بيقاتل الناس بعد ما يدعوهم إلى الإسلام، وكان بيرسل الرسل والمجاهدين والغزاة ورؤساء السرايا والجيوش أول حاجة بيوصيهم في أنفسهم بتقوى الله، ويوصيهم بمن معه خيرا، ثم يأمره أن لا يروع غير المحاربين، لا يقتل النساء ولا الأطفال ولا يقتل العبد من أهل الكتاب الذين يعبدون الله تبارك وتعالى في صوامعهم وفي بيوتهم وفي دور عبادتهم، قاعدين يعبدوا الله، بيقول لدل ما تسألهم وما تقاتلهم إلا واحد براوجي يقاتل. فالإسلام يا أخواننا ما طوالي قبل ما يدعو الناس إلى الدين وإلى الإسلام بيمشي يكتل الناس زي ما بصوروا القراي والمنافقين اللافين معه. ولا دين الإسلام هو دين الفوضوية، وحتى في الكفار الإسلام يا أخواننا ما بيقتل إلا المحارب، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا ده كافر، لكن بقى بينه وبين المسلمين شنو؟ عهد أمان. أو ذميا، وده من أهل البلد لكن من اليهود والنصارى، عرفتها؟ قال لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ده في القرآن وفي الأحكام المدني النزل في المدينة. وهو بيقول القرآن المكي ما بيسعفك في إنه تقول لي المساواة، قال القرآن المكي هو الإنسان ليه؟ قال لأنه بساوي بين الناس كلهم بغض النظر عن الدين. كذاب يا قراي وجاهل، كذاب وجاهل. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم دي مساواة إلا إنت لو دارت السواء معهم في نار جهنم ده بخصك إنت خالدين فيها أبدا ربنا قال أولئك هم شنو شر البرية إنت زول جاهل زول جاهل جهل عجيب لكن أخوانا النازل عندهم رأي في القرآن عديل هم بيعتقدوا القرآن ده ما كلام الله ولا نزلوا الله بل بيعتقدوا أسوأ من اعتقاد المشركين لأن المشركين بيعتقدوا هم بيعلموا المشركين بيعلموا إن الكلام القرآن كلام الله لكن بيكذبوا ويقولوا افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم أما ده بيعتقد عديل إنه القرآن ده ما جابه رب العزة والجلال وإنما جابه الرسول صلى الله عليه وسلم صفحة 21 من كتاب أدب السالك في طريق محمد وكذاب عرفته ده ما طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ده طريق جهنم وبئس المصير عرفته وما في أي أدب هنا ده كله قلة أدب الكتاب ده قلة أدب ساكت قال إن الأمر الذي يهمنا تقريره هنا هو أن القرآن هو قصة النفس البشرية ووسيلة تحقيق كمالها فهو في جميع آياته يتحدث عن الإنسان وهو يتحدث عن الإنسان الكامل مقام الاسم الأعظم الله بالذات ده طبعا كفر صح ولا ما صح عشان كده عندهم واحد جابوا برضو في المؤتمر قال يا أخواننا الدين ده كله بيدور حول الإنسان قال عشان كده الله ذاته وسيلة للإنسان والإنسان هو الغاية العظمى والله وسيلة للغاية العظمى دي تقول لي المهم قال وهذا هو تأويله يعني تأويله إنه الإنسان البعب ضل تمام هو الله ده تأويله قال فالقرآن كما هو بين دفتي المصحف قد صدر عن الإنسان الكامل الحقيقة المحمدية ده ما كلام واضح نزل بيعتقدوا إنه القرآن ده ما حق الله عشان كده بيطعنوا فيه وعادي عادي بيطعنوا فيه وربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز فده المنهج الجمهوري بتاع القراي عرفته طيب كذلك الناس ديل شوف ده كتاب محمود محمد طه وأنا دار الرد على شبهة إنه في ناس بيقول لك يا أخي والله محمود محمد طه ده كتلو سياسة أنا بقول مجملا قد يكون كتلو سياسة لكن صح حتى لو كتلو سياسة كتلهم ده صح عرفتها ده لو افترضنا إنه سياسة وإنه حكم الرد عليه كان سياسة لكن بجي أوريك إنه ما سياسة ده عنده كتاب اسمه الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين هذا لي ده من عنوان من قول التيت كفر والله ده من قول التيت تقول لي محمود محمد طه ما كافر طيب الكافر منو كافر منو إذا ده ما كافر والله يا زول اللي بيعتقد اقرأ بس العنوان ده واعتقد إنه محمود محمد طه ما كافر ده ذاته بيكفر هو ذاته بيكفر خليك من محمود محمد طه ده بقول إنه الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام شنو دينا وربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم شنو فالزول ده زول عجيب طيب هنا في الصفحة الأولى قال جابين الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واحد فيهم تايب ما أنيبوا أنتوا طيب طبعا ثورة مايو محمود محمد طه لما طلع الكتاب ده عبارة عن محاضرة
مقدمة، بعد جاب الآية قال مقدمة، هذا للكتاب. قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، هو عنوان المحاضرة التي أثارت كثيرا من اللغط، ثم تصاعدت إلى مهزلة محكمة الردة. براو قال كده، الجماعة الألفوا قالوا كده، وده نحن اشتريناه من المعرض، معرض بري. انت لو وداك بري شنو تبيعه؟ قال لك بيعه، الله انا بشتنك بيعه بشتنا، اصبر بس. طيب قال تلك المهزلة التي ستذهب في التاريخ مثلا من أسوأ الأمثلة التي أثرت حتى عن عهود التأخر والتخلف الفكري. والله كتلة محمود محمد طه ده من أعظم النعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على أهل العصر ده، عرفتها؟ ودي ما مهزلة، بل ده من الخير العظيم يا القراي، أسمع الكلام ده كويس، ده من الخير العظيم، وده من التقدم والرقي والحضارة، إنه زول بيخرب عقائد الناس وأديانهم ودايرين يمشوا ساي زي البهائم، لا دين لا قيد ولا أخلاق ولا قيم ولا فضيلة، إنه يلحقوا والطه، يلحقوا محمود محمد طه. طيب قال ولقد أقيمت هذه المحاضرة في ثمانية أماكن، ثمانية محلات ماتت. قال وسجلت على أشرطة في جميع هذه الأماكن، أقيمت في الجامعة لأول مرة، وذلك في يوم 7/9/1968، والنميري وثورة مايو، ثورة مايو كانت في 25 مايو، يعني شهر 5/1969، يعني بيناتهم كم؟ قريب السنة، صح؟ قريب السنة. بما حكمت المحكمة قبل ما نميري يمسك الحكم، وحتى نميري لما مسك الحكم في البداية كان معاه الشيوعيين، بعد ذاك ربنا تاب عليه وقبل على ديلك برضه. والله نميري ده زور راجل رجالة وفارس فراسة، جزاه الله خير، يعني من أعظم الجزاء. الشفيع أحمد الشيخ ده راجل فطوم أحمد إبراهيم الشيوعية الهالك، وهو ذاك برضه هالك، عرفته؟ لما عملوا انقلاب وقبضهم ومعهم عبد الخالق محجوب، طوالي عمل لهم محاكمات في الزخيرة هناك، اتدخل الاتحاد السوفيتي بتاع الشيوعيين الأمية بتاعته بتاعت الكفار هناك، قاموا قالوا يا أخي الشفيع ده جيبوا لنا لنميري، قال لنا عدمتهم ذاته 5 دقائق محاكمة، اسمك منو كده، قبل ما تجيب اسم جدك بيكون لحقوك جدك، فهمت الحاصل؟ ريحنا منهم جزاه الله خير. قبل على ده محمود محمد طه، عرفته؟ فالنميري في بدايته ذاته ما كان مهتم بشنو، بالأمور الدينية ونصرة الإسلام وكذا. فثورة مايو قامت في 25 مايو 69، وانت حكموا عليك بالردة قلت يوم 9 يوم 7/9/1968، هيبقى سياسة كيف؟ يبقى ما سياسة. برضو جوا هنا في الكتاب في واحد رد عليهم، صفحة 37 والصفحة 43، واحد رد عليهم. أنا بقول الكلام ده لأنه في واحدين بيدافع عن القراي تاع يوتيوب، جاب إنه مصور ويتهابل ويتعولك، عرفته؟ ويجي يدافع عن القراي، ويجي يقول لك يا كلام القراي ده قديم، هو القراي كلامه بتين، كلامه ما قاله كله بعد جا السودان، بعد اللي بيسموها الثورة دي، صح ولا ما صح؟ يكون قديم كيف؟ ده نمرة واحد يا كذاب، عرفته؟ واحد تخين كده بيدافع عن القراي، ما بنذكر اسمه لأنه ما بيستاهل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الرد نمرة اثنين، هل العقائد عندها مدة صلاحية؟ زي الصلصة في 12 ديسمبر بتنتهي مدة العقيدة بتاعته؟ ها؟ عندها مدة بتاع الصلاحية بتاعت القراي؟ نمرة ثلاثة، هل تاب منها؟ تاب ولا ما تاب؟ لليلة بقول فيها، آخر حاجة عمل له مؤتمر قبل أسبوع ويكرر في العقائد ويقول فيها وينشر في كلام محمود محمد طه ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعن في الإسلام، قوم أمره قوم رد عليه، عرفتها؟ لكن الحمد لله الثورة دي كشفت لنا عواليق، عرفتها؟ ورمم ظهرهم لنا الإعلام. طيب هنا الصفحة رقم 37، قال العنوان، عنوان المحاضرة الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، قال عنوان مقصود بالذات، أنا أصلا قصدي أنه قال ولا يغني عنه غيره غناءه، يعني لو جبنا عنوان ثاني قال ما بوصلنا للمقصود،
إلا نقول إنه الإسلام ما بينفع في العصر الحديث. وطبعا ما مرق القرآن المكي، صح ولا ما صح؟ ده الإسلام كله. وهو لم يقصد لغرابته، ولم يقصد ليثير الاهتمام، وإنما لأنه هو العنوان الدال على المحتوى الذي قيل تحته إنه الإسلام شنو؟ ما نافع. ده محمود محمد طه، ده ما كافر؟ طيب، قال ونحن نعلم أن المحتوى الذي انبنت عليه المحاضرة غريب. ما غريب، ده كفر، مرقكم برا. طيب، في الصفحة رقم 43 في واحد اسمه في جريدة الرأي العام اسمه زنون جبار الطيب، رد على كلمة تاعت محمود محمد طه اللي هي المحاضرة دي في صفحة 43 من كتابهم. هم برامحة كل الكلام ده، انت براك يا القرائي، وانت كتبك ما قريت دار تتكلم في الإسلام وتطعم في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إن عدم اهتمامك بمحتوى المحاضرة هو الذي وقعك في هذا الخطأ، وقعك كاتبين إن شاء الله تقع فيك، عرفت؟ مصيبة تريحنا منك. قال وطبعا هي ما وقعك، أو وقعك هي. قال فمن ذا الذي قال بأن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان؟ طبعا أنت لما تسمع الكلام ده تتحير، بالله يتابهم ولا جنو؟ كدين أشوفه. قال وحتى العنوان الذي قلت فيه ما قلت لا يعطيك هذا الذي ذهبت إليه، لأنه أن كان الإسلام، طبعا مفروض يكتب إن كان، المهم أن كان الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، يعني إذا كان القرآن برسالته الأولى تحت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين، فالإسلام برسالته الثانية يصلح لإنسانية القرن العشرين. ده شنو ده أسي؟ أسي ده ما إخواننا ده بيشربوا شنو ده؟ أنا متحير، ده بيشربوا شنو؟ ها؟ والله اللي بيشربوا ده الله أعلم يكون قاعد في السودان، ده شغل عظيم جايبه معه من بره. طيب، قال لقد أصدر الحزب الجمهوري قبل 3 أعوام كتابا بعنوان الرسالة الثانية من الإسلام إلى آخر. طبعا الرسالة الثانية من الإسلام فوق إنه الإسلام شنو؟ ما نافع. أنكر فوق الحجاب، وأنكر فوق الطلاق، وقال الله هو الإنسان، عرفته؟ وكررها في مرتين موضعين، صفحة 91-92 والصفحة رقم 166 آخر صفحة، عرفتها؟ وفي مواضع كثيرة الكتاب ده برضو، صفحة 27، صفحة 45 وغيرها من المواضع. فده أخواننا الحزب الجمهوري، ونحن بنقول الكلام ده إعذارا للناس، نبين لهم إعذارا إلى الله أولا، ثم بيان للناس عشان يعرفوا حقيقة النازل، عشان لو زول حتى في جبنة ساي جاء بقى يدافع عن الجماعة ديل، تعرف إنه إنسان إما جاهل أجهل من أبو الجعلان، أو يكون إنسان زيهم يمشي يلحقهم طوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم، وديل بدل نتكلم في أمور أخرى ونتكلم في أعداد دين وكده خلونا مشغولين معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يكفينا شرهم، جزاكم الله خير، بارك.